مساطرنا هي الحل الأمثل لكل خياط مبتدئ. تم تصميم مساطرنا بعناية فائقة لتوفير دقة استثنائية وسهولة الاستخدام. صنعت من مواد عالية الجودة تضمن لك دقة لا مثيل لها في التفصيل وراحة خلال العمل. وما يجعل عرضنا لا يقاوم هو سعره المميز، فقط 150 درهم داخل المغرب، إلى جانب خدمة التوصيل المجاني والدفع عند الاستلام لتوفير أقصى درجات الراحة والثقة لكم. لا تفوتوا الفرصة لتجربة هذه المساطر المميزة التي ستجعل عملكم في عالم الخياطة أكثر دقة وسلاسة. احصلوا عليها الآن واستمتعوا بتحقيق أعمال خياطة متقنة ومميزة. شكراً لثقتكم بنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الخوت والخوات اللي تولي نتبعينا في القناة. نفصلوا هاد الجيلي ديال هاد لافيس هادي اللي شتو، دابا كنديرو غير الفصالة. شي حاجة نقدرو نخدموها، شي حاجة مغاديش نخدموها، على حسب الوقت. الوقت اللي كتبغي تصور فيه، إلا مكنصداع راه نقدرو نصورو، مكنصداع راه ميمكنش نتسناو. التوب ديالي مدوبل على جوج، فيه متر ونص توب كارغال ديال الكومبليات. التوب ديالنا فيه 76 سنتيم. نبرو مغاديش نحتاجوها كاملة باش نعرفو الجيلي شحال كيهز، حيت حنا خدينا الكسوة. وعاود تاني مولاي قالك بغيت الجيلي، ولي ما صيفطنا على توب الجيلي. القياسات نفس القياسات ديال الفستان اللي كانوا، يعني هنا نصف دورة الصدر 60، الخصر 60، طول الجيلي من الأمام 69، طول الوسط 47، طول الخلف 55. عرض الظهر هو اللي كنخدمو به الكتاف، عندنا عرض الظهر 46 مقسومة على جوج 23، 23. عندنا خط الصدر 26.5، هي اللي درنا في لافيست. عندنا طول الوسط 47، عندنا طول الكلي على الظهر ها 56، نزلنا سنتيم، ماشي مشكل. ستة وخمسين ديال الطول، 47 ديال خط الوسط، 26.5 خط الصدر. كنرجعو هنايا بنصف دورة الصدر مقسومة على 8، ناقص سنتيم. 60 مقسومة على 8 عطاتني 7.5، ونديرو 6.5. عرض الظهر 46 مقسومة على جوج 23، حطيناها. عرض
حرقة العنق، نصف دورة الصدر مقسومة على 6 عطتني 10، 10 مقسومة على 4 جوج ونص، نحسب مع جوج ونص هنا وندير من الكتف 6 ونص، هنا كندخل سنتيم، هاد المسافة كنقسمها على جوج، هنا كندخل جوج ونص، وهنا جوج ونص، كنلاقي هاد النقط هادو، هنا راه كنجي داخل بواحد تقريبا نص سنتيم ما كانش هنا، وهنا كنلاقي هادي هاي، هنا كننزل سنتيم، وكندور حرزة العنق. كنلاقي هاد النقط هادو، كنجي هنا لخط الصدر، وكنمشي نصف دورة الصدر مقسومة على 4 عطاتني 15، 15 مقسومة على 3 عطاتني 5، كندير هنا 5، وكندير هنا 5، كنلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة، كنزل لهنا، يعني هنا كنجي داخل واحد السنتيم ولا هنا، كاين اللي كينزل جوج سنتيم باش يوسع هاد حرضة الأرض، أنا غنزل غير سنتيم أو سنتيم ونص، هاد النقطة، هاد النقطة هادي كنلاقيها مع هاد النقطة، هنا نصف دورة الصدر مقسومة على 4 عطاتني 15، هي اللي كندير هنا في الكتف، كتجي يعني كتجي في قياسات عادية كتجي داخلة واحد السنتيم، ولكن هنا راه جات كبيرة، أنا ندخل سنتيم، وغنلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة مع هاد النقطة. عندي هنا فتيحة بانسة، قسمت من هنايا زاوية قائمة، هنا غندير البانسة ديالي، نازل من خط، نزل على خط الصدر بواحد 4 سنتيم، تما نحدها بالخياطة، هنا غندير فيها غير واحد سنتيم ونص قيمة الخياطة وصافي.
غنخلي هنا القيمه ديال الخياطه اللي غادي نزيد قيمه ديال الخياطه، ونخلي واحد جوج سنتيم ولا رولاج لي هنا خليت جوج سنتيم ونص، نزيد جوج سنتيم ونص باش تبقى ليا جوج سنتيم ونص للأمام. ونبدا هنا الخدمة ديالي. هنا درت نصف دورة الصدر على أربعة، عطاتني 15 قسمتها على 3، خرج هنا 5 سنتيم. ديك 5 سنتيم كنحيدها من 15، كتبقى ليا 10. 10 كنديرها هنا، كنعبر شحال عندي هنا في الصدر، يعني هنا راه ما زدتش القيمه ديال الخياطه، حتى لهنا ما زدتش القيمه ديال الخياطه، ما عندي 26.5. كنحط هنا 26.5 وكنقلب على 60. ها هي 60. كنحيد منها لا كارو 23 ناقص سنتيم ونص، كتبقى لي 21.5. كنحيد 21.5. كندير لها زاوية قائمة وكنطلع بها الفوق. وهنا هاد الخط هذا غير اما كنعبر المسافات باش نجيبو القاد، أو ندير زاوية قائمة. هادشي هدا الأمام مكانش كيبان، قلنا خدينا هنا هاد المسافة هادي، هنا عندي 26.5، وكنحط هنا 26.5، وكنقلب على كنقلب على 60. هاهي 60، تراسيت هاد الخط هدا، ومن هاد 60 عبرت لا كارور 21.5. هادشي اللي بقى ليا هنايا. هنا هاد جوج سنتيم، يعني بحال غندير نزيد هنا سنتيم، نزيد هنا سنتيم، ونقص هنا سنتيم. كنتمنى ما تتلفوش هنا 6 سنتيم، يعني باقي نزيدو القيمة ديال الخياطة، وهنا نقص سنتيم بحال زدتو قيمة ديال الخياطة. بحال دابا هنا هذا ما خدامش، هنا غير ما تمشي بقاعدة ملي كيكون القياس إذا كان القياس مقاد راه كيعطيك هاد القياس هذا، كيعطيك كتحيد لاكارو وكتقسم نصف دورة الصدر على 4، داكشي اللي عطات كتقسمو على 3، وداك الثلث كتخرج به من هنا لهنا، وداك الثلثين اللي كتبقى كتخدمها من هنا، كتاخدها من هنا لهنا، وكتاخد لاكارو ملي كتعبر كتلقى القياس ديالك هو هذا. ولكن ملي كيكون شي واحد هاك ولا هاك بحال دابا هذا،
قسمنا 15 على 3، زدنا هنا 5 وحطينا هنا 10، ومنين عبرنا 60 عبرنا لاكارو، جاتنا داخله لاكارو داخله بواحد 2 سنتيم. قسمنا هاد 2 سنتيم هادي، قسمناها باش ما يجيش هذا كبير بزاف على 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 غادي يولي هذا زايد 2 سنتيم، يعني ولا الظهر ناقص. قسمناها زدنا سنتيم، قسناها من هنا هو هذا، وهنا زدنا سنتيم ولغينا هذا الخط هذا. هذا ما لغيناهش حيت غادي نقولوا القيمه ديال الخياطه. هنا كنربطو سنتيم بحال اللي هبطنا هنا، نربطو سنتيم، هذا غادي يتلاقى مع هذا حدو غير هنا، هادي راه غادي نخليوها غير ريزيرف، هذا حدو هنا وهذا حدو هنا، وكنلاقيو هاد النقطة مع هاد النقطة. ناخدو حردة العنق 10، شحال عندنا هنا في الكتف؟ 14، من الكتف 6.5، نحطو 14، نلاقيو هاد النقطة مع هاد النقطة مع هاد النقطة. وي وي نلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة، الطول ديال الجيلي من الأمام 69 من هذا الخط، هي 69. هي هابطة بزاف لأن الكرش كتهز الكسوة أو اللي الحاجة اللي كانت. كنزلو على خط الصدر بواحد 2 سنتيم، وكنديرو القيمة ديال الأزرار. هنا درت كندير 3 باش يجي شي شوية داخل، 3 هنا، كندخل عاوتاني واحد السنتيم، كندور الجيلي ديالي الكول العنق على حسب الشكل اللي بغيتي، كيفاش بغيتي انت يجي انت ولا انت يجي الجيلي. نحيدنا سنتيم باش يجي باش على حسب الكرش، كيجي شويه مايل.
هنا غادي نديرو داك القنت ديال الجيلي اللي كيكون كروازي، غادي نطلع هنا طلعت بثمانية سنتيم، ندخل بستة، وكنتمنى هذا الشيء يكون واضح. نقسم لا كارور على جوج باش ندير البانسا ديالي، ندخل عاد بسنتيم ولا سنتيم ونص، ندخلت هنا بسنتيم غادي نزيدو القيمة د الخياطة، هنا هنا هاد البانسة هادي ملي غادي نقطعوها غادي يجينا هذا طويل، كنخليوه هنايا سنتيم زايد، سنتيم زايد باش ملي كنزديوه كيجيو مقاد. قيمة هاد الخياطة هذا ما كنقطعوش حتى كندوز الخياطة. إذا كنت غادي ندير الجيلي الأمام والظهر بحال بحال كنفصلو في التوب هكا ديريكت، وإذا كنت غادي ندير مثلا غير الأمام والظهر كنديرو من توب أخر كندير له الباترون. هنا غادي نزيدو قيمة الخياطة حيت هذا قلنا ملغي باش ما ننساوش. هنا راه زايدة قيمة الخياطة، غادي يبقى هذا الشيء، غادي نقسموه من هنا باش يبقى لينا ريزيرف احتياطين.
الباترون ديالي ساليتو، غادي نعاود العبار. قيمة الخياطة ما كنحسبهاش، هنا 27.5. هادي 60 ديالنا. هنا 26، ونحيدو سنتيم هنايا ديال البانسة هي 25، 57. نزيد واحد شوية هنا، هاد البانسا غادي غير نطراسيها، ما غاديش غير نقطع النيت، يلاه نشد فيها سنتيم حتى هي. وهذا غادي نقسموه بجوج، نقسموه على جوج. نقطعو الجيلي ديالنا ان شاء الله. هنا خدينا على العبار ديال لافيست، يعني واخا يكون ناقص واحد السنتيم في العرض ولا هذا، راه ماشي مشكل، حيت الجيلي تحت لافيست. الكارنيتور كنقادها على الامام هنا، وكندخل هنا واحد 10 سنتيم، وكنقطعها هكا حتى لعند الخدمه ديالو ان شاء الله. وغادي نديرو هنا في هذا خط الصدر، هنا كنديرو الجيب ديالنا محرف. خرجت هنا البانسا بربعة، والجيب ديالي ندير فيه 11. قطعوا ليه الكارنيتور والتبطين، هاد الطرف هذا شاط لينا في قطعنا فيها هذا شاط لينا في الجيلي، غادي نديروه واخا بالتنكيس.
شي 10 سنتيم او حتى 6 سنتيم الا ما كانش عندك الثوب كاع، ما خليش شي 10 سنتيم. هادي الكارنيتور، دابا غادي نقطعو طبطين. هادشي اللي كتشوفو دابا راه ميحتاجش الشرح. هادي الكارنيتور ديالي، حطيتها دخلتها على التبطين، دخلتها بهاد القيمة هادي باش نخلي غير 2 سنتيم ديال القيمة د الخياطة، وغادي نحط الأمام. الأمام وغادي نقطع نحيد الضوفة ديالي. هادي راه مقادة من هنا، هادي متفوتة، راني درت ليها إشارة. كنخلي 2 سنتيم قيمة ديال الخياطة،
هنا عندي بانسة صغيرة في الجين، غادي نشدها هكا ان شاء الله. كنتمنى تكون عندي الوقت باش ندير لكم الخياطة. هذا الظهر والامام، خصنا لي غير الباسبال ديال الجياب. الامام زعما والتوطين ديالو. دابا غادي نقطعو الخلف. الطين كنقطعو الظهر، كنقطعو عليه قدو. البانسة ديال الدار هنا غادي نخليو القيمة ديال الخياطة. الجيلي ديالي ساليت له التبطين ديالو الكارنيتور، الكارنيتور غادي نلصقو ليه على طوال. الجيلي هذا كيكون على حسب طلب الزبون، كاين لي كيبغي ليه على طوال كامل باش يكون تقيل، وكاين لي بغاه خفيف كنديرو. المهم هو كيجي زوين سواء بلا طوال سواء بلا لاطوال. بلا لاطوال ثقيل بزاف، بلا طوال ثقيل بزاف. كنديرو لاطوال هنايا كتكون اكثر من الكارنيتور شويه او قدها، والكارنيتور حتى هي كنديرو لها لاطوال. غادي ندير لاطوال وندير ونقد الباسبال ديال الجيب باش نقدوهم قدامكم، وندوزو للماكينة إلى سهل الله. دابا غادي نخدمو الجيلي ديالنا إن شاء الله. هذا التبطين ديال الأمام، غادي نلصقو ليه الكارنيتور ونخدمو هاد البانسة هادي ديال الوسط ديال الدار. نخدمو البانسة ديال الأمام، نخدمو البانسة ديال الأمام، تراسيو الجيب، غادي نخدمو الظهر ونزديو الظهر ونزديو هاد البانسات هادو. غادي نعبرو هاد البزيم هذا، شحال فيه؟ فيه تقريبا جوج ونص، ما وصلاش جوج ونص، هي
ما وصلش جوج ونص، يعني غادي تكون عندنا 4.5، ونزيدو نديرو فيها 6 سنتيم، 5 سنتيم ونص، باش جينا سميطة هنايا. هادي غادي نشدو القيمة د الخياطة وداكشي اللي بقى، غادي يخدم لينا السنطة ديال الجيلي. هادي الباسبال ديال الجيب، هادي الباسبال ديال الجيب، كنديرها في شرويطة وحدة، كنخلي سنتيم ونص وكنعبر 3 سنتيم أو 3 قل شي شوية. هادي كنطويها من الداخل، وهادي كنطويوها هكا حتى هي. هادي كنخدمو فيها الجيب دو باسبال. وندوزو دابا للماكينة. خدمو البانسات ديال الجيلي ديال الأمام،
الصالة. يا محمد دابا بلا ما كاينش. كاين، مشيت للدار دابا، مشيت في الغدا لقيت مروه كتقرا له. وراه عاد انا جاك لي راه خصك تكمل ليا. قلت لي صافي مروه كتقرا له، قلت له اش هاد الزربه هاد؟ قلت لي زربتيها. علاش ما مشيتيش عند انس؟ قلت له ها ترقع، قلت له هذيك سميتو قلت له تلف ليها بعدا هنايا الكابلي تسارج. قلت له ما غاتكملش لك راه مدي سارجي. نيتو هي توقف ليهم. قلت لها بنتي، قلت لها ولول دابا قلت لها نحسن لك دابا، قال لا خليتي نهار السبت وحسن ليا. قلت لها صافي، قلت لها كنتي غاتشد السبت، قلت لها تبغى تدوش حسن لك وتمشي تدوش، قد امورك كاملين تبقى مرتاح. قال لي صافي. الحيوان. انا كنت باغي نضرب لي غير بالزيرونس في راسو، فوق الزيرونس وهنا الزيرو. جزنا. دابا كلها بدا بالجناب، بدا من الوسط هو الاولاني. صافي الله يرضي عليك، راني كنصور، خليني نكمل هذا الفيديو عاد اجي هضر معايا. صحني الله يتسحمي انايا. سجلتك دابا يا ولد. يا ماشي طيبه، يا ماشي سجلتك كمان. دوزو المصلوح لهدا. هذا الدار، التبطين ديال الدار الداخل. دابا المصلوح
نزديو الجيني ديالنا من الدار. غادي نصلحوه عاد باش نركبو هاد البزيم. هاد البزيم كله وكيفاش كيدير له، حيت هو ما كيخدمش، كيبقى غير ديكور. كندخلو هادي هنا، نخرجو هادي من هنا. بالنسبه ليا انا كنضرب ليه واحد النفذات هنا لتحت بليبرا باش كيبقى شاد. عادة كنجيب الثانية، هادي حتى هي كندير ليها جوج نفذات هنايا بليبرا باش ما طيحش. وكنلصقها هنا، ولكن حتى نفرق هذا بالمصلوح عاد 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 مصايبه. هذا الامام، هذا الباسبال ديال الجيب. نخرج من هذا البانسا بواحد 4 سنتي. الجيب ديالي غندير فيه 11 سنتي. الإشارة الأولى كنديرها هنا على باش نلوح 11 ليه. فوت العبار تصبط شوية، الى درت في هذه الى درت فيها 3 سنتيم كناخذ القياس ديال اكثر من العبار الصباط. والى درت فيها اقل من 3 ثم عاد كنشد الصباط. كراني كان ندير إشارة على قود هاد الإشارة هادي باش نخيط من هنا. هنا راه باسبالات
غير جوج، هما جوج هما لاقيين في خطره وحده. هنا دابا عاد كنفرقهم، هنا عاد كيتفرقوا وعاد كنثقب الجيب ديالي باش نحلو من هنا ولا من الدار. انا كملت الجويبات ديالي، دابا غنلصق الضوبه على التبطين ديالها، نشدهم غير بفنيتات وي ندوزو خياطة من هنا ومن هنا. هذا الدار هادي راه درت لها واحد النفذات هنا وهنا وهنا باش ما تخرجش، نجيبها في الوسط غنخيطها هنا مع الفتحة مع البنسة. Thank you.
هاد القياس هذا كندخلوا عليه جوج سنتيم، كندخلوا عليه جوج سنتيم من قيمة الخياطة، وكنلصقوها مع هادي. انا غندوز هادشي اللي وريتكم ونرجع. دوزت الخياطات ديالي، دابا غادي نكراطي هاد السلطين هذا. هاد الخياطة هادي كنتكيها لداخل، ماشي لداخل، لبرا، باش تبقى ليا السنطة جاية لداخل.
دابا غادي نمشيو للماكينه غادي نركبو الكوات ديالنا. هادو كنخيطوهم مزيان. هادو عندنا هنا جوج سنتيم على سنتيم الخياطة، يعني غادي تبقى ثلاثة سنتيم هنايا، غادي تبقى هنا شي ثلاثة سنتيم، نخليوها حتى نقيسو على السيد، والتبطين غادي نركبوه هنا ونركبوه هنا ونركبوه هنا في العنق وهنا، ونخليو الجناب والتحت حتى يقيس مول الجيب. ندوزو دابا للماكينة باش نشوفو هادشي. هادا هذا راه زديتو ما تصورش، خلينا جوج سنتيم اللي خلينا حطيات، وشدينا سنتيم الخياطه ودوزناها هنا. هاد الخياطه اللي درناها هنا غير خفيفه حتى نقبطو القياس، الا جات هي هذيك غنخليوها، جات صغيره ولا شي لعبه شي حاجه نفتقوها، غير اما نزيدو اما نقصو على حسب. دابا كنلصق الظهر ديالي، كنخلي هذا لداخل وكنلصق الظهر، ما كنخيطوش غير هنا في الجناب. هذا ما كيتخيطش حتى كنقبطوا القياس، وملي كنقبطوا القياس كنخيطوا مثلا حتى لهنا، ونقز واحد 10 سنتيم ونخيط، والجهه الاخرى كنخيطها كامله، حيت هذه البلاصه هذه هي اللي غادي نقلب منها الجيلي فاش يتسالى، وكنخيط لتحت، كتبقى غير هاد 10 سنتيم. البلاصه اللي دايره كنكرانيوها باش ملي تقلب ما تعطيناش العيب. Thank you.
الجيل ديالي هو كمل تقلب ويتصلح، داروا لي الصدايف ديالو هادشي اللي بقى حتى يقيس مولاه وغادي نجمعو. هادشي راه ساهل، وكنتمنى لكم التوفيق جميعا، وكنتمنى تشجعونا باش فين ما تكون شي فرصة ديال التصوير نصورو. والسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.